استاذنكم في ان اطرح سؤال على سياده المفتي، لانه انا شخصيا اعتقد انه يستحق، ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك وسنه طيبين، ان احنا في زكاه الفطر وفي زكاه المال. احنا في الدوله التي نعيش فيها الان، الدوله بتنفق على ما يطلق عليه التكافل الاجتماعي، لانها تعين الفقراء بصور متعدده، وتعين الفقراء في هذه الصور المتعددة من حصيلة الضرائب التي تجنيها. أنا شخصياً بدأت أعتقد أن الشخص الذي يدفع ضريبة قد أكون مخطئاً، لكن أنا شخصياً بالتحليل العلمي للأرقام الخاصة بموارد الدولة واستخدامها، أرى أن جزء كبير من هذا المال بيوصل في ساعات 30 و40% بيصرف على التكافل الاجتماعي. وأنا هنا أقول التكافل الاجتماعي اللي هو بعض مصارف الزكاة. أنا أعتقد نفسي عندما أدفع مبلغ ما للدولة التي ليس فيها قانون متعلق بزكاة المال، أجد نفسي أن أنا بدفع جزء من هذه الضريبة لكي أعاون في التكافل الاجتماعي، لكي بأنفق على المدارس المجانية، المصحات المجانية، كل المعونات اللي بنسمع عنها في داخل الميزانية. وأنا سعيد أنه وزير المالية عندما يعرض الميزانية سنويا يضع هذا الجزء مستقلا عن الإنفاق السيادي الخاص بالدولة، سواء كان جيش أو أمن أو وظائف سيادية. يعني أنا بقسم الموارد إلى جزئين، وبقول الحصيلة اللي بياخدوها من الناس جزء منها يوجه إلى هذا التكافل الاجتماعي الذي يمثل نوع من أنواع المصارف الخاصة بمصارف الزكاة. وبالتالي إلى أن يكون هناك قانون لزكاة المال، أنا أعتقد أنه هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة، لأن الضريبة هي ضريبة التي تحصل في الإسلام لمرافق الدولة وأمنها والحفاظ على كيانها، وليس الهدف منها أساسا هو الصرف والإنفاق على التكافل الاجتماعي. البيت المالي بيصرف على مصارف الفقراء. أنا أرجو أن يكون هذا، وهذه مناسبة طيبة لأن اجتمع قبل شهر رمضان، والحقيقة أنا أرجو أن موضوع الفوائد والبنوك لا يأخذ حديثا مطولا، لأنه أعتقد أن فضيلة المفتي قد يعني أوفاه حقه، وأنا في رمضان الماضي دعوته إلى نادي التجارة وكان حديثا لساعات ومع المؤيدين والمعارضين، وبالتالي أنا شخصيا طالما، ونقولها بقى طالما، أن ليس هناك نصا صريحا يحرم موضوع الثبات في الفائدة، إذا فتوى الفضيلة المفتي في رأيي سليمة. هو بناء على حاجتين، على جدوى اقتصادية بيعملها البنك ما بيديش كده فوائد على ربح، وبناء على ان ده في صالح المصلحة العامة، وان ولي الامر هو يعني يراجع هذا الموقف ويغيره بين عين وعين. شكرا لأستاذنا الدكتور عبد العزيز حجازي، وأعد سيادته إن شاء الله وأعدكم جميعا ببحث هذه المسألة التي أشار إليها سيادته فيما يتعلق بأن الضرائب التي تأخذها الدولة من الأفراد يعني جانب منها بيذهب إلى التكافل الاجتماعي أو إلى الخدمات العامة، لكن أحب أن أقول لسيادته بإيجاز شديد أن الضرائب التي تأخذها الدولة طبعا بلوائح معينة وبقوانين معينة وبنسب معينة وبمقادير مختلفة، فما تأخذه من فلان قد يكون أضعاف ما تأخذه من فلان على حسب التقدير العام. هذه الضريبة إنما هي حق يفرضه ولي الأمر من أجل الخدمات العامة، فالضريبة حق
حق المجتمع، ومن حق ولي الأمر أن يفرض من الضرائب ما يراه حقا وعدلا ومناسبا بعد استشارة أهل العلم وأهل الخبرة، من أجل الأمن، من أجل الجيش، من أجل كذا، من أجل كذا. أما الزكاة فهي حق الله سبحانه وتعالى، وفرق بين حق الدولة وحق الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى فرض هذه الزكاة، وجاء الحديث عنها في عشرات الآيات، وجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لنا أن الإسلام بني على 5 أركان ومن بينها الزكاة، وحدد القرآن الكريم مصارف هذه الزكاة في الآية الكريمة التي في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إذن هناك فرق بين الضرائب التي يفرضها ولي الأمر في حدود الحق وفي حدود العدل من أجل خدمة المجتمع، وبين الزكاة التي هي حق الله سبحانه وتعالى على من يملك نصاب هذه الزكاة، بأن يكون عنده مال، هذا المال بلغ تقريبا في زمننا هذا 3000 جنيه حال عليه الحول، خاليا من الديون، فائضا عن حاجته الأصلية، فهو يخرج 2.5% من أجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق مساعدة هذه الأصناف التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه. فإذا كانت الضرائب إجراء اقتصادي فالزكاة عبادة، عبادة يتقرب بها الإنسان إلى خالقه عز وجل، وهي لم تفرض إلا على القادر عليها، كما قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ومع هذا فأيضا سنبحث هذه المسألة إن شاء الله. والحقيقة في سؤال لفضيلتك بيقول: ونحن على أبواب الشهر الكريم، ذكريات فضلتك في هذا الشهر المبارك، عاوزين يعني حضرتك تحكي لنا يوم من ايام رمضان بتاعنا. طبعا شكرا. اليوم الذي أفعله هو ما يفعله يعني من أعرفهم من الناس، الصيام طبعا، أو صيام شهر رمضان، ده ركن من أركان الإسلام، ويجب على الإنسان منا عندما يصوم لله سبحانه وتعالى أن يجتنب كل ما نهى الله تعالى عنه، وأن يحرص على أداء التكاليف التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها، وأن يحسن صلته بالناس، وأن يؤدي واجبه نحو دينه ونحو أمته ونحو أسرته ونحو نفسه بالطريقة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. وشكرا.